السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي القراءة للصف الأول الابتدائي، عندي موضوع مزمار مازن صفحة 41. راح نقرأ ونردد الإملاء والأحرف الخاصة بالموضوع. مزمار مازن. مزمار مازن قديم. قرد مازن يدور. يا وداد يا وداد، قردي يدور. مزماري قديم. حرف الميم الأولي جواها كسرة، مزمار مثل مزمار. حرف الزاي جواها كسرة اللي هي مازن، ز ز زن مازن. الواو جواها كسرة اللي هي يعني الواو يعني مثلا وداد وداد وداد. دال وجواها كسرة، دال وجواها كسرة. وراء وجواها كسرة. وقاف وجواها كسرة مثل قردي. زين أعيده. مزمار مازن. مزمار مازن قديم. قرد مازن يدور. يا وداد يا وداد، قردي يدور. مزماري قديم. هسه راح ناخذ الإملاء. يا الله، ناخذ الإملاء. الإملاء عندنا مثلا مزمار، مز مز مزمار، مز م مز مي مي من أقول مزمار يعني ميم وجواها كسرة. مز أم مزمار، مزمار مو إز مز، وأم مزم، وآ مزما، وأر مزمار. مازن مازن، ما مو آ ما، وإز ما ز مازن مازن. مزمار مازن قديم. ق ق قؤد قد، وإي أولي قدي، وإم آخري قديم قديم. قرد إق قؤر إق جواها كسرة ق ق ق قر قر قرد قرد. مازن إم آ ما، وإز ما زن ما زن مازن. يدور ي ي إد يد و يدور 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 يدور. يا وداد يا يو آ يا و واو يا و و إد يا وداد يا وداد يا وداد يا وداد. قردي يدور. قردي قردي. اق اق وار قر، واد قرد اي قردي، هذا حرف القاف. ق ق قردي. يدور اي واد وو وار قردي يدور. مزماري ام مي 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 مز 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 م ام وإز مز وام مزما آ مزما ر اي مزماري. مزماري قديم. قؤد قد، وإي قدي، وإم قديم. مزماري قديم. زين هسه ناخذ حرف الميم. ناخذ حرف اللي خاصة بهذا الموضوع. ميم ميم أولي، هذا ميم أولي ميم كسرة. ميم آخري. زاي حرف الزاي كسرة. واو وجواها كسرة. دال وجواها كسرة. را جواها كسرة. قاف أولي وجواها كسرة.
ان شاء الله نكمل وياكم باقي المواضيع وبالتوفيق.